انا النهارده هعمل سلطه اسمها ايه ناتشوز. الناتشوز دي في المكسيك عباره عن ايه تورتيلا، شرايح التورتيلا وعليها شويه فلفل هالبينيو وعليها شويه ميكس جبن سايحه. احنا بقى او هي اتاثرت الاكله دي لما وصلت لامريكا، اتاثرت جدا بالمطبخ الامريكي، فاحنا واخدينها تكس ميكس كده ايه من امريكا اساسا، بس هي اصلها مكسيكي. خلاص، هي ايه سلطه ناتشوز بالدوريتوس الحار، عباره عن كرنبايه حمراء صغيره، كرنبايه بيضة صغيره، كابوتشي. هي حلوه جدا بسبب ان هي مليانه الوان، كرنب يعني حاجه جميله قوي. كمان هنحتاج بقى معلقتين كبيره من اللبن الرايب، معلقتين كبيره من المايونيز، خل، ليمون، ملح، نص معلقه ملح صغيره، نص معلقه من الريحان، نص معلقه من النعناع الجاف، نص معلقه من الجنزبيل، والدوريتوس الحاره. مشي للتزيين بقى فلفل هالبينو كده ودوريتوس وكمان المطحون وكمان الغير مطحون. نيجي هنا بقى اللي هو ده، مشي، نيجي هنا بقى ونحط الكرنب بتاعنا. بصوا مقطعينه ازاي، عايزينه اصغر مفروم. اوكي، هي السلطه دي بتتعمل كده او كده، ونحط عليها الكابوتشي. خلاص، وكمان هحط عليها بقى، هعمل لها دريسنج بقى عباره عن ايه زي ما اتفقنا، المايونيز. حاضر، عباره عن المايونيز وصوص اللبن الرايب. فانتوا متخيلين الترطيب، السلطه دي بحبها جدا في الصيف لما اي حاجه بتكون باللبن الرايب والمايونيز والحاجات دي بتكون فيها ترطيب. نحط جنزبيل باودر هنا، النعناع، لا مش النعناع، كان ايه زعتر جاف، وكمان الريحان الفريش بقطعه كده عشان ما بحبش اقول حاجه ايه تبقى معلومه مش صح، انا ممكن انسى طبعا المقادير لانها كتيره. حد بصلي في حته التشيكن بوب كورن الصغننه اللي كنت باكلها وقفت بزوري. ونحط هنا بقيه المقادير الصوص بتاعنا اهو، تمام. نحط شويه فلفل هالبينيو كده جواها وكمان براهم، وننزل نحط ده بقى، هقلبه واحطه وبعدين احط الصوص عشان يبان فيها اهو. حاضر، بصوا الميكس الالوانات، هو كرومب، كرومب وكابوتشي. بس على فكره الكرومب ده لوحده في السلطه ده بطل في السلطه، خصوصا الكرومب الاحمر، وكمان اهو كمان حاطين اخضر وكمان حاطين الكابوتشي، تمام. تعالوا بقى نجيب الطبق بتاعنا. وانا بجيب الطبق بتاعنا جبت لكم ايه اللي جنب ده، طبعا شويه هنا ايه مستارده ومايونيز وحاجات كده، ونجيب الطبق بتاعنا اللي هنحط فيه السلطه اهو. نحط الاول السلطه بتاعتنا، ممكن نجيب طبق اوسع علشان نحط فيه اكتر والصوص بتاعنا يبان والحركات بتاعتنا تبان اهي، عشان لسه هنحط ايه بقى رقائق الدوريتوس دي الحاره، اللي هي ممكن نستبدلها على فكره بتورتيلا ونحمرها زي ما انتوا عايزين اهو. اهو كده سهله قوي قوي قوي، دي بتتقدم في مطاعم بقى وهي سهله جدا. حاضر اهو، شايفين، ونحط الدوريتوس بقى بتاعنا ده كده على الوش، ونحط الفلفل خلاص، ونعمل ايه ده كده نحطه ونرصصه بقى كله كده. واروح اجيب بقى ايه دلوقتي المكرونه من الفرن، ان شاء الله تكون ساحت دحقت تسيح الموتزاريلا، ولو ما ساحتش طبعا انتوا ايه ما عندكوش مش مرتبطين بميعاد برنامج تطلعوا انه المكرونه لسه الجبنه بتاعتها ما ساحتش، انتوا هتسيحوها بقى براحتكم في البيت، بس ايه اعذروني لو ما كانتش ساحت واخدت لون
خلاص بصوا الطبق قد ايه طالع تحفه واحنا ما فيش اي حاجه. بصوا بقى شويه ممكن ذره حمراء هنا كمان، سوري ذره حمراء ايه، ذره صفراء حلوه. حاضر ذره صفراء حلوه كده على الوش، وهنا عود ريحان كده جميل. ودي السلطه بتاعتنا خلصت. نروح نشوف ايه الطاجن بتاعنا، طاجن المكرونه البيتزا، ونبقى كده ايه خلصنا حلقتنا. تعالوا نشوف.